ترأس نيافة الحبر الجليلي الأنبابة خوميوس مطران البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية الخميس اللي فات اليوم السنوي لشباب مطرانية البحيرة رقم 32 بعنوان مؤمن خلف الأسوار. بدأ اليوم الروحي اللي احتضنته كنيسة ماري مرقس بكرمة دمنهور بالقداس الإلهي وسط حضور 2000 شاب وشابة من كافة كنائس المطرانية. بعد صلوات القداس افتتح اليوم نيافة الأنبابة خوميوس بكلمة تشجيعية للشباب. بنحتفل اليوم في إبرشية البحيرة باللقاء رقم 32 لشباب الإبرشية. الحقيقة عندنا 22 لجنة لمتابعة الخدمة والأنشطة في الإبرشية، أحد هذه اللجان هي لجنة خدمة الشباب. هذا اليوم هو اليوم السنوي للشباب رقم 32 على مستوى إبرشية البحيرة، يعني سيدنا أنبابة خوميوس ربنا يديله الصحة وطول العمر له 32 سنة بينظم هذا اليوم. السنة دي بنعمة المسيح سيدنا شكل لجان عديدة في الإبرشية، منها لجنة تخص الشباب. لجنة الشباب ليها 3 شهور بتنظم لهذا اليوم، عملنا أكتر من اجتماع لتنظيم هذا اليوم عشان نخرج باليوم بالصورة اللائقة لإبرشية البحيرة. اليوم 32 كان عنوانه لا تشاكلوا هذا الدهر بل تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم، والآية دي علمها لنا معلمنا بولس الرسول في روميا 12 صح 12 العدد 2. النهاردة اليوم كان ممتع جدا، خصوصا مواضيع التشكيك ان لازم يكون عندنا ايمان ويبقى فاهمين ايماننا كويس عشان محدش فينا يمشي في اتجاه غلط. تمام، وانا استمتعت باليوم بالكورال اللي كان موجود او بالمواضيع، كانت كويسة جدا. النهاردة في اليوم السنوي للشباب الابرشية، اليوم ده رقم 32 على مستوى الدورات بتاعته، احنا النهاردة حضرنا وعلى مستوى كنائس الابرشية كلها استفدنا وتعلمنا حاجات جديدة من الاباء اللي كلمونا، خصوصا عن التشكيك في حياة الشباب. عرفنا ان التشكيك ده بيعرفنا ازاي الطريق الصح وازاي احنا نفكر ونبني شخصياتنا وافكار من خلال التشكيك. شهد اليوم مشاركة مجتمعية من خلال حملة التبرع بالدم، وده لاهتمام الكنيسة بدورها المجتمعي وتشجيع الشباب على التبرع بالدم والاهتمام بصحة الآخرين. الكلمات الروحية أكدت على الشباب ضرورة التمسك بالإيمان الأرثوذكسي السليم والتعامل السليم مع تحديات العصر من أجل حياة روحية تناسب شباب الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.